Special Prison de Henna Amro Khoya la famille Chakrona طفرت فيت الحال نهار اللي جيت نطلب اسمه قالوا لي تزوج سافر وراح لا سوليسيون الموت والرياح من هاد العذاب تستاهل عاود حياتك والله ما بغيتي خذ راحتك في الهم كنت معيشاتك انا السبب نهار اللي جيت مطلوب اسمع قالوا لي تزوج سافر وراح لا سوليسيون موت والرياح من هاد العذاب تستاهل عاود حياتك والله ما قدي خد راحتك في الهم كنت معيشاتك انا السبب